يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة عليها حوالي 15 يوما من رمضان ويشق عليها القضاء ثم صيام 6 من شوال، سؤالها هل يجوز صيام 6 قبل والقضاء فيما بعد في الشتاء مثلا؟ والله إذا كانت تريد الأجر والاقتداء تقضي أولا، فإن بقي من شوال 6 أيام تصومها، وما بقي شيء الحمد لله، القضاء ألزم. نعم.